السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده بخصوص السؤال ده كان نازل على الجروب بتاع انجلش تيتشر اول اوفر ايجيبت، بتكلم عن الرموز الصوتية ديت. بقول لو سمحتوا ممكن حد يشرح لي الرموز دي. هنا بقول لي هذه الرموز تعبر عن الأصوات، ومهم جدا الاستماع لفهم الصوتيات وتحديدها، لأن النطق يختلف من كلمة لأخرى. طيب هنعمل زوم على كل جزء. الموضوع سهل جدا جدا، ده فوناتكس، ده غير اللي احنا بندرسه الأطفال. الأطفال بتدرس فونيكس، لكن ده اسمه فوناتكس اللي هو الرمز الصوتي. طيب أول حاجة عندي الليدر بي، ده صوته سهل جدا، بين بيك. والليدر بي تاني ب ب، هنا في بوش اير فروم يور ماوث، يعني طلع هواء من بقك. هنا don't push it from your mouth، تمام. هنا bad bad، هنا pin 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 peak. طيب هنا بقول لي تي، التي معروفه يا جماعه في اول الكلام لازم تطلع هواء من بقك. time 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 time، لكن في هنا بنقول turtle turtles turtles، يعني سلاحف. التي في الاول غير في النص، غير مع اليو ار، غير مع التي مع الار ترا، التي مع اليو تيرتل، نحط تشا في النص. فالاولى تايم، مش كده؟ هو ايه اللي فوق؟ الرمز بيختلف من مكان لمكان. هنا تايم، هنا تيرتل. بص كده تيرتل، نفس التي اللي فوق هي اللي تحت، لكن فوق قلنا تايم تايم عادية جدا، لكن قلنا تشرشل زي كلمة فيوتشر. التي يو بتعمل تش تش، تمام. تشرشل تشرشل زي كلمة كونتري كونتري، تمام. طيب ايه الدي؟ سهلة جدا جدا، د د زي كلمة دوج في الأمريكان أكسنت، زي كلمة دور دور دوج دور. طيب الكي، الكيك، نفس الصوت بيجي من ليدر كي وليدر سي. ك ك ليدر سي لو ما جاش وراه اي او اي او واي بنطقه ك. كي كات، نفس الصوت. الجي هنا ج ج جيرل، لكن هنا وراها الاي ار، والاي ار بتعمل اير ساوند، فلازم يكون لها نطق مختلف عشان هو برضه فوق قايل لي خد بالك بتعمل اير، بتعمل صوت مختلف من كلمه لكلمه. هنا بص، هنا حرف الجي جيرل، هنا جو جيرل جيرل جو. ليدر اف فو، مفتوح شويه فور، لكن تحت فيل. هنا في او يو شاذه شويه في نطقها، لكن الاي اي بتعمل لونج اي فيل، لكن هنا فو فو. ادي ده قصده من النطق تاني فور فيل. نيجي بقى لليدر في، فيري فيري، هنا فايف 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 فيري فايف. ليدر اس 6، خد بالك هنا ليدر اس قلنا ايه؟ س س، لكن تحت وعندنا قاعده بتقول الاس يو او اس او بتعمل الاس زي حرف الصاد كده في العربي، بنقول سيكس. هنا صن زي كلمه صن ابن، اس او ان صن، شوف فوق اسمها ايه؟ سيكس، لكن تحت صن صن. ناخد بالنا من الجزئيه دي جدا جدا. طيب حرف الز ايه اللي بيخلينا انطق الز؟ طبعا حرف الزد او الزد في الامريكان اكسنت بنطقه ز زي كلمة زو زبرا زبر. طب ليه هنا قلنا الاس ز بيزي بيزي؟ ليه؟ لأن الاس لما تيجي بين تو فاولز بنطقها كده ز ز ز، نفس الصوت بيزي زو. طيب ليدر ام ميلك، مان ميلك مان ميل ما م ما ميلك مان. ليدر ان نو تحت نوز نو نوز. والليدر ليدر ان صوته نو نوز. الاتش بنطقها ها هالو او هات هالو هات. ليدر ال بنطقه لايك او لام، البي سايلنت طبعا لايك لام. طيب ليدر ار ده بقى ناخد بالنا منه شويه لانه النطق في اول كلمه وفي النص وفي الاخر، هنا بنقول عليه ريد ريد زي كلمه رين رابت ريد. طب في النص شوف لما يجي مع حرف الجي جرين جرين جرين. طب لما يجي مع حرف الدي درايف درايف درايف، يبقى ريد جرين ريد.
green يختلف النطق من مكان لمكان. ها حرف الواي صوته يا 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 زي كلمة يا يالو. هنا يو مضموم شوية عشان الصوتين اللي وراه لازم يؤثروا عليه. يالو از اصفر، يو انت يالو يو. طب الدبليو و و معروفة وي او ويندو. طيب هنا الرمز الصوتي ده اللي هو الاس دي عامله زي الليدر اس، ده رمز الصوتي الاس اتش بتعمل صوت ش. اول ما تشوف الحرف اللي فوق ده او الرمز الصوتي ده هتعمل ايه؟ انا عايز اعمل زوم اكتر من كده، بص كده معايا الرمز الصوتي ده، ايوه ده اللي على الكف ده، ده اول ما تشوفه تنطق هنا ش الاس اتش شارت او فيش، ده رمز الصوتي بتاع الشا شا ساوند. طيب لو الرمز ده وجنبه حرف التي يبقى ده تشا، على طول انت مغمض تنطقها تشا تشير تشيبس تشا تشا تشير تشيبس. طيب الرمز ده دي وجنبها 3 كده، ده معناها ايه؟ ده معناها ان ده حرف الجي تنطقه كده جا جا، حط دي خايف الاول ما تقولش جاست جست جست مكسوره شويه كده، ما تقولش جام 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 جام، يبقى ذا جي او ذا جي ميكس ساوند جا جا جا. نفس الصوت بيجي من الجي لما تيجي من حرفين متحركين زي كلمه ايج كلمه بيج زي كلمه مسج. تمام هنا بنقول جاست جاست جام جاكيت جامب. طيب الرمز 3 ده معناه ايه؟ انت هتنطق الايه؟ جا جا لوحدها زي كلمه كاجوال. شوف فوق هنا كده دي وراها 3 كده معناها دي وجي جا جا جا، لكن ال 3 لوحدها ديت معناها جا كاجوال كاجوال. الاس يو في اغلب الاس يو ال في اغلب الاحيان بتعمل صوت الجي زي كلمه يوجوالي يوجوال كاجوال. تمام وكمان الاس اي او ان بتعمل جا جا زي كلمه تلفزيون 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 اللي هي تلفزيون، او زي كلمه اكسبلوجن. تمام الاس اي او بتعمل جا، هنا الاس يو عامل جا والاس اي او ان بتعمل جا كاجوال تلفزيون. يبقى لما تشوف ال 3 دي كده تعمل اعرف حرف ده حرف الجي اللي هو جا جا بدون دي، لكن دي امتى؟ لما يكون حرف الجي او الجي بتون تو فاوس كاجوال تلفزيون. نيجي هنا حرف الان ده ومقلوب كده ده تحت، ده معناه ايه؟ ده معناه ان لما تجي لك ان جي في اخر الكلمه ما تنطقش حرف الجي، هتعمل لها ادغام تقول سينج، ما تقولش سينج سينج سينج. لازم تعرف الرموز الصوتيه دي كويس جدا، مش عشان طلبتك، ليك انت كمدرس، الطلبه مستحيل يدرسوا ده مش هيفرق معاهم، لكن انت عشان تدرس وتشوف القاموس بتاعك والديكشناري بتاعك لازم تعرف الرمز ده. الرمز اللي فوق ده اول ما تشوفه معناها ان الجي هنا سايلنت، هتقولها من غير ما تخرج هواء، هتقول سينج زي جود مورنينج جود ايفنينج كينج رينج سينج، ما اقولش سينج ولا جود مورنينج ولا جود ايفنينج، احبس الهواء هنا ستوب ذا اير ان يور ماوث، ما طلعش الهواء سينج سينج، انا قلت جي بس ما خرجتش هواء سينج سينج دانسينج دانسينج دانسينج، ما تقولش دانسينج خلاص. يبقى ده اسمه ادغام في اللغه الانجليزيه زي القران بالظبط سينج دانسينج. الاو وجواها شرطه دي حرف الث ث ث ث ساوند، لما تشوفها تنطق تي اتش ث. تمام ده كلمه ثن ثانك، يبقى لازم تعرف الرمز ده. طب لو لقيتها كده زي نمبر 6 مقلوب وفي شرطه هتنطق تي اتش ذا زي كلمه with they. تمام ذن ذات ذس، يبقى ده رمز التي اتش ث وده رمز التي اتش ذا، ولازم تعرفهم كويس جدا 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 عشان ليك انت كمدرس مش لطلبتك. نكمل رمز الاي بين الشرطتين ده، تمام صوت الايه اللونج اي اللونج اي زي كلمه سي زي كلمه ريد. طب ايه هي الحالات اللي بتخليني اعمل لونج اي؟ الدبل اي دي بتعمل لونج اي زي كلمه سي بي تري ثري، والاي اي بتعمل لونج اي زي كلمه ريد هيت سيت. تمام والواي في الاخر بتعمل لي لونج اي زي كلمه هابي زي كلمه ساني زي كلمه ويندي، ده كله كده رمز اللونج اي. الاي 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 دي اللي هي شايف حرف الاي بين شرطتين سمول اي سمول، ده صوت اللونج اي سي ريد هابي. احنا عندنا 7 حالات للونج اي، الدبل اي والاي اي فاينل واي، وعندنا كمان الاي كيو يو اي، وعندي الاي واي، وعندي كمان الاي اي تمام زي كلمه ثيف زي كلمه بيث. طيب الاي الكابيتال دي رمز الشورت اي، اول ما تشوف الاي كابيتال كده تعمل كده سيت، بقول لطلابي كده سيت هيت
تمام. طب الاي ديت بين شرطتين، دي شرط اي تان باد، خد بالك ما اسمهاش تن ولا بيد، في الامريكان اكس بيقول تان بيد بن، تمام. يبقى ده رمز اللونج اي، وده رمز الشورت اللونج اي، وده رمز الشورت اي اي، وده رمز الشورت اي. نيجي لتحت نكمل. طبعا انا بطلع اجاوب على سؤال حد كان بيعت على الجروب جروب. طيب الرمز اللي فوق ده الاي ولازقه فيها اي، ده رمز الشورت اي كات. اول ما تشوف الرمز الصوتي ده هتنطق حرف الاي زي كلمه كات انت ابل. طب لما تشوف الاي وفوق مثلثين فوق بعض هتنطق الاي مفخمه كده، كار فار جار مارك دار. طب ايه اللي بيخليني انطق الاي مفخمه كده؟ لما يجي وراها حرف الار وانت مغمض هتنطقها كده، كار فار جار بار بارن مارك دار شارك، تمام. طيب الاي ومقلوبه الناحيه الثانيه ده رمز الشورت او اون في الامريكان اكسنت، هوت مش بنطق، هو كده تحت بريتش، في الامريكان اكسنت بنطقها اون، في البريتش بنطقها اون. هوت في الامريكان اكسنت بقول هوت، في البريتش بقول هوت. خد بالك في البريتش بضم بقي او او اون هوت، لكن في الامريكان بقول اون هوت. طيب رمز السي ومقلوبه دي ده رمز الايه؟ اللونج او، تمام. دور الاو او بتعمل لونج او زي كلمه دور، والاو ار بتعمل لونج او زي كلمه سارت، زي كلمة شورت، زي كلمة بارت. والاي دبليو كمان من حالات اللونج، احنا عندنا 11 حالة للونج اي او، هو جايب ثلاث حالات بس هنا، زي كلمة لو درو سو، تمام. يبقى السي المقلوبة دي ده رمز اللونج او، تمام. دور سورت لو او. طيب اليو هي مقلوبة كده شرطين، ده رمز الشورت ايه؟ يو، تمام. با مفتوح كده، باك با عفوا رمز الشورت او، باك بوت روك، مع ان هنا في يو في كلمه بوت بس كان تعطاها او شورت او، بوك بوت روك. الرموز دي مهمه لمين؟ للمدرسين مش للطلاب، عشان انت تعرف لو جالك سؤال في اي وقت في حصه يبقى انت عندك الكاريزما تعرف ترد. طيب اليو مقلوبه ديت وجنبها شرطتين، ده رمز الايه؟ اللونج يو اللي هو او ساوند زي كلمه يو تو فلو. عندنا حالات كتيره جدا بس انت لازم تعرف الرمز ده عشان ما تلاقي الكلمه قدامك انطقها كده او يو تو فلو. طيب الثمانية الحرف اللي عامل الثمانية ده شورت، ده صوت الشورت يو اه 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 اب لاف. طب ليه هنا الاو نطقناها اه اه؟ ده حالة شاذة ولازم تعرف الرمز الصوت عشان لما تلاقي الكلمة دي تنطق اه اه اب لا لا لاف. نيجي لل 3 دي مقلوبة تحت وجنبها شرطتين، ده رمز الايه؟ الاير ساوند منطقها كده اير، وده بيجي مع الاو ار والاي ار والاي ار والاي ار منطقها اير، بقول ويرد ويرد word مكسوره. طب الاي مقلوبه كده او الاي مقلوبه، ده رمز الايه؟ اللونج الايه ده الو، ما اعرفش هو عامل ال ال بال بال بالاحمر ليه، مع انها مالهاش علاقه بالموضوع ده. الو الاي دبل هنا بتعمل لونج او. طب الاي اي ده رمز اللونج اي دي، والاي واي من حالات اللونج اي دي سي، والاي اي كمان زي كلمه بينت، والاي ساكن اي زي كلمه كيك، والاي اي زي كلمه جريت، تمام. يبقى الاي اي ده لونج اي، اول ما تشوف الاي اي في الكلمه انطق الحرفين الاي واي ده لونج اي اي. طيب الاي مقلوبه وراها يو، ده رمز اللونج يو جو او. الاي ومعاها الاي ده رمز اللونج اي زي كلمه ماي، الواي في الاخر بتعمل لونج اي، ماي سكاي تراي فراي. يبقى الاي اي دي رمز اللونج اي. طيب الاي ومعاها اليو برضو صوت الاو ساوند زي كلمه هاو، زي كلمه فلاور، زي كلمه ماوث، تيجي من الاو يو والاو دبليو صوت ده او. السي وجنبها يو ده بيعمل صوت الاوي زي كلمه بوي جوي انجوي، بتيجي منين الحركه دي؟ بتيجي من الاو واي وبتيجي كمان من الاو اي زي كلمه كوي كوين بوينت. طيب الاي وجنبها اي مقلوبه، ده رمز اللونج ايه؟ اي في فير خوف. الاي ومعاها اي ده برضو رمز اللونج اي زي كلمه فير. يبقى انت لازم تعرف الرموز دي وذاكرها كويس جدا جدا، وما ينفعش هو الفيديو ده مش هيبين كل حاجه، اللي انت لازم كمدرس تعرف الرموز دي كلها، ما تدرسهاش لطلابك عشان هيتلخبطوا جدا جدا جدا، لكن انت عارفها لان حطيت في موقف حد زعلك، لازم تكون عارف ده كويس جدا جدا. وارجو يكون الفيديو وضح حاجات كتير لصاحب السؤال او صاحبه السؤال على قد ما قدرت، ما اعرفش الفيديو طويل لان في حالات كتير جدا جدا جدا. وشكرا والسلام. الشرح ده واكتر موجود على قناه تاسيس بدون تعقيد يوتيوب او جروب تاسيس بدون تعقيد فيسبوك. اشوفكم على خير واسف على الاطاله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.